طيب محمد، يعني ازاي حصلت استجابة سريعة من احزاب كثيرة على الساحة لهذه المبادرة؟ يعني عادة يعني بيبقى في خلافات ما بين الاحزاب خصوصا الانتخابات البرلمانية القادمة، هيبقى كل واحد عاوز هو اللي يظهر على السطح ويظهر كده على شاشات التلفزيون ووسائل الاعلام المختلفة ان هو اللي عمل وهو اللي ساعد الناس وهو عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ازاي مبادرة زي دي قدرتوا تتجمعوا عليها علشان تصلحوا بوجه عام صورة الاحزاب المصرية؟ طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا. ما انا اللي بشكركم بصراحه، مبادرتكم تستحق يعني الاهتمام. طبعا واحنا يعني لما حزب الوفد يدعي الاحزاب المصريه ما ينفعش الاحزاب ما تلبيش الدعوه، يعني بنعتبر ان الوفد المدرسه السياسيه اللي ممكن نبتدي نبني عليها افكارنا. احنا حزب مستقبل الوطن، وهو حزب اسس منذ عام بعد ثورتين يعني. فالدعوة كانت كريمة جدا من حزب الوفد بالاحتفال باليوم العالمي للشباب، لبى جميع الأحزاب الدعوة بوجودهم وبأفكارهم. ليه بنجتمع ما بنختلفش لما بيكون في فكر عام؟ احنا كده كده في الانتخابات بننافس بعض بقوة يعني، ومنافسة شرسة جدا سواء المقاعد الفردية يعني في المحافظات وفي الدوائر المختلفة، وأعتقد هم يعني عارفين ده كويس جدا إن احنا في منافسة حقيقية ما بيننا في الدوائر. لكن احنا اجتمعنا على هدف واحد، هو تغيير مفهوم الحياة الحزبية في مصر. الحياة السياسية كانت أو الشعب المصري عنده مشكلة زي ما حضرتك قلتي مع الأحزاب. احنا ما لناش ذنب، ده موروث احنا خدناه من السنين. طب الاحزاب اللي موجوده بتعمل ايه؟ ماشي مالكوش ذنب، احنا دلوقتي بنعالج. انتوا كاحزاب يعني انتوا بقالكوا سنه عملتوا ايه على الارض للناس؟ تمام، حزب مستقبل الوطن مع الفتره القصيره اللي كان موجود فيها قدر يتواصل مع شباب مصر ويجمع تكوينات وتنظيمات شبابيه في كل مركز وفي كل قريه وفي كل محافظه في مصر. كم حد في مصر عارف حزب مستقبل الوطن؟ اعتقد دلوقتي بقى يعرفوا يعني الكثير، يعني احنا ما اقدرش اقول لك كم مليون او كم عدد معين، بس مستقبل الوطن في المرحله دي على قد الامكانيات اللي بيدار بها الحزب يعتبر من افضل الاحزاب المصريه اللي موجوده في الارض في الشارع المصري بقوه. وجود الشباب في المشهد السياسي ده اكبر نتيجه واكبر نجاح قدرنا نوصل ليه، ان الشباب يرجع تاني يساند بلده ويساند الحاله السياسيه في مصر، او بمعنى صح يرجع لحضن الدوله تاني، ان في شباب فعلا منتمي للارض بيحب وطنه جدا بيشارك مشاركه ايجابيه. احنا عندنا تجارب ممكن نقول عليها انها تجارب لم يعني ما حصلتش قبل كده في تاريخ الحياه السياسيه بتنظيمات شبابيه، ان احنا نمتلك دلوقتي مثلا تم تدشين الحزب في اسرع حزب في التاسيس في عدد قليل جدا من الايام بعد توكيلات كبيره جدا من الشباب، وده كان شيء يعني غير متوقع من شباب صغير لسه بيبتدي الحياه السياسيه. في فتره الانتخابات الرئاسيه حزب مستقبل الوطن قدر انه يجمع 27 ألف توكيل في 9 ساعات من فتح باب الترشيح او التقديم في الانتخابات الرئاسيه. جمعنا 27 ألف توكيل للمشير عبد الفتاح السيسي في 9 ساعات.